معك إلى الموت يا قدس مورك معك إلى الموت يا قدس نحن معك إلى الموت يا قدس نحن معك إلى الموت يا درم بسمع اسمع يا درم بسمع اسمع هيا القدس ما بتنباع هيا نحن طلعنا تضامنا مع أهلنا بفلسطين وتضامنا لأهلنا بالقدس. نحن قاسينا كثير من خراب من دمار من تهجير من قتل، وقدمنا مليون شهيد في سوريا، ونحن على استعداد نقدم مليون شهيد كمان كرمال القدس وكرمال فلسطين. وما بدنا أهلنا فلسطين كمان هن صحيح عنه من قتل واعتقالات وتهجير، نحن ما بدنا اياهم كمان تكثر الاعتقالات وتكثر الشهداء عندهم. فلذلك نحن جاهزين لتقديم شهداء كرمال القدس وكرمال فلسطين، لانها فلسطين عربيه وام المسلمين. نظم اليوم الأشطام بمدينة مورك بالتعاون مع الأهالي العائدين بمدينة مورك فقر دمار مدينتهم وقف احتجاجي للضمان مع القدس الشريف مع أهالي فلسطين للتعبير أن حتى لو كان عندنا في سوريا قتل ودمار وقصف وخراب ومعارك فنحن معهم وقلبنا معهم، وإن شاء الله نحن عرب يد واحدة وإسلام، والقدس رح تبقى للإسلام للعرب بإذن الله.